وخليني اقول لكم، والكلام ده لينا كلنا في الدنيا اللي احنا موجودين فيها، الامور دايما بتبقى متغيره، ولكن اراده الانسان وقبل منها بدعم من ربنا سبحانه وتعالى وبمشيئته، كل الامور حتى الصعبه منها بيتم التغلب عليها. لو كنت شفته من سنتين في حفلة ممثلة زي كده، كنا كلنا واقفين تقريبا ولابسين يعني عشان الكورونا واللي كان موجود فيها، وكانت الناس كلها متصورة ساعتها ان الموضوع يعني اخر الدنيا. لا، مش اخر الدنيا ولا حاجة، وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى، وعبرت زي ما كتير من الازمات بتعبر، وحتى الازمة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. طب خليني اقول لكم على حاجة تانية افكركم، من سنين مش بعيدة قوي، 2013 و14 وبعد كده، وكان الارهاب بيضرب في بلدنا هنا، ويمكن كنتوا كلكم بتشوفوا يعني شهدائنا ومصابينا، وكنتوا بتقولوا يا ترى الدنيا دي هتفضل كده ولا لا. كنت انا متأكد ان بفضل الله سبحانه وتعالى ده هتعبر زي ما كتير من الازمات بتعبر، واللي يقرا التاريخ هيشوف كده كتير. وده اللي انا يهمني ان انا اقوله لكم دلوقتي، لينا ولكل المصريين، ومش لكل المصريين بس، للدنيا كلها. الدنيا ما بتفضلش على حالها، ودايما ربنا سبحانه وتعالى ايده الطيبه موجوده معانا كلنا، مع الدنيا كلها، والا ما كانتش ابدا استمرت. انا عايز اقول ان المرحله ديت اللي احنا موجودين فيها وكانت صعبه علينا كلنا، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله هنعبرها بخير وسلام. واتصور ان احنا كلنا متابعين كل المصاعب اللي موجوده، مش عندنا في بلدنا بس، في الدنيا كلها. لكن زي ما قلت كده، الازمه بتاعت كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام باثارها يعني، لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهارده احنا موجودين بنقول خلاص، يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع ده يعني اثاره بقت يمكن التعايش معه.